النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال إيه ويسرق؟ قال له أيزني المؤمن؟ اللي يزني ما دام وضع له عقوبة يبقى إذن بأنها تحصل ولا ما تحصلش؟ ما دام وضع لها عقوبة، جريمة وضع لها عقوبة، يبقى إذن بأنها تحصل. قال له أيكذب المؤمن؟ قال له لا. الله، طب إذا الكذب أشد من إيه؟ من السرقة ومن إيه؟ من الزنخ، لأن المؤمن يعمل دي ولا يعملش دي. طب حد الكذب إيه؟ طب يعمل حد للسرقة ويعمل حد للإيه؟ للزنا. والكذب اللي هو أشد من الكذب والزنا ما يعملوش حد. قام قال لك لأن عمل الحد إذن بأنه يمكن يحدث، ولكن المؤمن كله يكذب دي ما يصحش تحدث، ولذلك مش حوض على أحد. ما تجيش على البال دي إن المؤمن يكذب. ليه؟ قام قال لك لأنه كذب يجرئني على أنه حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أقول له أصلك كذاب، تبقى كذبت في الأصلية، ما صدقت في أشهد أن لا إله إلا إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله.